قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليس الذين يعلمون من يجيدون القراءة والكتابة ويتحلون بأعظم وشاح وأرفع الدرجات، ولا الذين لا يعلمون من لا يملك شهادة يجد بها وظيفة. هذه طرائق للحصول على الدنيا. أما الذين يعلمون حقا، من عرفوا جلال الله، فإذا أظلم عليهم الليل استحيوا أن يصبح، أن يأتي عليهم إشراق شمس ولم تقف أقدامهم بين يدي ربهم، ولم تلن مفاصلهم لخالقهم، ولم تعفر جباههم لبارئهم. فإذا سجدوا أول ما ينتابهم يحمدون الله أن وفقهم للسجود. الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. ومحال، أقسم على هذا مرارا، محال أن يهب الله أحدا يقذف في قلبه أن يترك فراشا وثيرا يحبه، وخلا يحادثه، أو تلفازا يشاهده، أو مالا يراجعه، فيترك هذا وراء ظهره ثم يقوم إلى مقام وضوئه ويبحث عن سجادة مطوية له أو غيرها، ثم يستقبل القبلة ويجعل الخلة والتلفاز والمال وكل ما يلهي وراء ظهره، ويجعل القبلة بين يديه، ثم يقف بين يدي الله يرجو رحمته ويخشى عذابه. لا يمكن أن يصنع هذا أحد إلا بفضل من الله، ولا يمكن أن ينال الفضل هذا أحد إلا والله جل وعلا يحبه. ولو لم يكن الله يحبه لما شرفه أن يقوم بين يديه. فمن أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر أين أقامه الله. من أراد أن يعرف أين مقامه عند الله فلينظر فيما أقامه الله.